إذا شرب مسكر في نهار رمضان، هو شرب المسكر كم فيه؟ 40 جلدة أو 80 على قول عمر رضي الله عنه، يعني وقول علي رضي الله عنه. فهنا قال لكن هذا لم يكتفي بشرب المسكر بل شربه في نهار رمضان، يعني عمل كم جريمة؟ جريمتين، شرب مسكرا في نهار رمضان، ففيه اعتداء بشرب المسكر وفيه اعتداء على حرمة الشهر. قال فيزاد 20 جلدة مع جلد حد المسكر، لأن هذا أيضا فيه الحد وفيه أيضا نصف الحد وهو 20 جلدة مع جلده 40 للمسكر. نعم.